ازيكم؟ الصفة الثالثة من صفات القائد الإيجابي طبقا لكتاب عروسة ماريونيت ولا قائد أوركسترا هي قدرته على إيجاد الحلول. القادة الإيجابيين صعب إحباطهم وتفكيرهم مبني على المثابرة حتى الوصول للنتائج اللي خططوا ليها. يعني هم إيه؟ دايما بيسألوا أسئلة كتير عشان يدوروا على حلول، بيحبوا الوفرة في الحلول عشان يختاروا الأنسب بعد دراسة كل الحلول. فبيتعرف عن القائد ده إنه بيعرف ياخد قرار وإنه حلال عقد، وطبعا نتيجة لده بيترقى أسرع من زمايله، عشان مش عشان هو يعتمد عليه بس، لا، عشان كل اللي بيتعامل معاه سواء كان عملاء أو زملاء بيزكوه وبيحبوا التعامل معاه، فبيسهل على متخذ القرار اختياره لأي منصب قيادي لأن تاريخه مشرف ويعتبر وجهة مشرفة للمؤسسة، فمش هيحرج نفسه ولا هيحرج الشركة، وكل ده عشان هو إيجابي ولبق وبيختار كلامه بعناية وبيركز على الجزء المليان. فده القائد اللي هو قادر على إيجاد الحلول. من ضمن قدراته على إيجاد الحلول إن هو بيختار فريق يساعده على إيجاد الحلول، يعني هو ما يقدرش ياخد الحلول، يعني يوجد الحلول دي من غير ما يعتمد على فريق قوي معاه يقدر يساعده ويوصله إن هو شخص يعتمد عليه، لأنه ما فيش حاجة اسمها وان مان شو بس. فده دي الرقم 3 خلصنا عنها النهاردة. شكرا.